البديل لوكاس فاسكيز، وزيدان يطمئن على رونالدو. وكرة طبعا كان فيها لعبة خطرة لكن رونالدو، وكان فيه مشاركة من السويسري فابيان شير. رونالدو يسجل الهدف السادس لي في الليجا هذا الموسم أمامنا مع إصابة كده في اللقطة الماضية، وهدف أمامنا. لكن لوكاس باسكيز حرك حلو قوي في الكرة الماضية وعمل كرة العرضية، وشوف رونالدو قطع إزاي وسبق في اللقطة الماضية، وكان تدخل من فابيان شير في وجه رونالدو، ولكن رونالدو يضعها وبإصرار وبعزيمة. الهدف السادس في هذه الليلة بعد ما حكم اللقاء ألغاله هدف منذ قليل بداع التسلل. وهنا بقى كرة لوكاس باسكيز البديل ورأسية رونالدو في زاوية صعبة جدا على حارس المرمى بالهدف السادس في هذه الليلة، لتكون يعني إجمالي الأهداف اللي هزت شباكه حتى الآن في 11 مباراة تهزت شباكه 28 مرة. أدي إصابة رونالدو، هدي رونالدو يعني طبعا أكيد يعني أدي أمامنا هو رونالدو يغادر الملعب، لن يكمل المباراة، إصابة بجرح قطعي، لكن يتلقى التحية وهدف يعني الدماء بتسيل على وجه رونالدو لتؤكد بأن رونالدو كان عنده إصرار وكان عنده عزيمة. وأمامنا هنا هو يصوروا، هنشوف اللقطة، ياخد سيلفي مع اللقطة، بيطلع الدكتور الهاتف النقال. وأمامنا هنا في اللقطة الماضية لوكاس فاسكيز عملها حلو قوي، ورونالدو بفدائية مع تدخل خطير من جانب فابيان شير المدافع الدولي السويسري القادم من نادي هوفنهايم لديبورتيفو لا كورونيا، ليسجل رونالدو ويغادر الملعب بعد هذا الهدف لاستنفاذ التبديلات. طبعا ريال مدريد استنفذ تبديلاته الثلاثة.